احنا بنتكلم بقى عن البطولة وعن استقبال مصر ومحافظاتها المختلفة، يمكن لمئات الالاف من الزائرين من كل الدول الافريقية. حاولنا احنا في صباح الورد ان احنا نشوف الموضوع من زاوية اجتماعية ومختلفة شوية. نزلنا للناس نسألهم ونسأل كل واحد هيرحب بالضيوف الافارقة ازاي، وازاي كل واحد فينا ممكن يقول لهم منورين مصر بس بطريقته الخاصة. خلينا نشوف التقرير ونرجع تاني. كلنا شفنا مباراة افتتاح كأس الأمم الأفريقية والترحيب الكبير اللي قامت بيه الدولة المصرية لضيوفها الأفارقة. نزلنا بقى نشوف الناس في الشارع لو قابلوا مواطن أفريقي ولو اتعاملوا مع مواطن أفريقي يحبوا يقولوا له إيه، وإيه الواجب اللي ممكن يعملوه مع المصريين الجدعان. سلام عليكم. ورحمة الله وبركاته. إزاي حضرتك؟ الله يخليك. قول لي، تقول ايه لضيوفنا الافارقه اللي موجودين في مصر عشان كاس الامم الافريقيه؟ اقول لهم نورونا وشرفونا كمان يعني، وربنا يكرمنا تاني ونكسب كمان وكمان. تقول ايه للافارقه اللي منورينا دلوقتي في مصر؟ طبعا ربنا يبارك لهم وييجوا تاني وتالت ورابع. ويلكم تو ايجيبت. فاركه يشرفونا، ومصر احسن دوله في العالم باذن الله. نورتوا مصر وان شاء الله تستمتعوا بوجودكم معانا، وان شاء الله البطوله بتاعت مصر باذن الله. مرحبا بيهم في اي وقت، منورين بلد. هو طبعا مشرفينا ومنورينا وضيوف عندنا، فلازم نرحب بيهم طبعا بقدر الامكان يعني. طبعا على دماغنا من فوق ومنورنا، ما نقدرش نقول اي ضيف يجينا لا، لان احنا شعب حلو وشعب جميل. تنورونا ورب نكسب بقى ان شاء الله برضه. قولي لي ايه الواجب اللي ممكن تعمليه معاهم بقى كست مصريه؟ والله اي حاجه هم عايزينها احنا ممكن نساعدهم فيها، يعني اماكن ندل لهم على اي حاجه عايزينها، شيره كده، اي حاجه تخطر على بالك نعملها معاهم. ما دام جايين يشرفونا في مصر لازم نعمل معاهم اي واجب. والله انا بالنسبه لو عندي في المحل ان هو حاجه مثلا بيجوا يشتروا من عندي يعني حاجه هديه بسيطه كده، هو مثلا بيفرحوا بيها ويتبسطوا بيها. لو هم عايزين مني اي خدمه هقدمها لهم. نقابلهم بابتسامة، بحسن المعاملة، بمقابلة لطيفة. طبعا منورين الدنيا، مصر أم الدنيا طبعا، ونتمنى لهم إن هم يبقوا كويسين هنا معانا واللي هم عايزينه، برضه في خصومات ليهم في أي حاجة هم يحتاجوها. نعم نعمل معاه واجب، مش عايزين فلوس خالص منه.